لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأهلي الجريح يسير بخطى ثابتة محليا ويكتفي بثلاثية أمام بني سويف في كاس مصر. عودة أزارو للتهديف بشرة خير، إخفاق مستمر من مروان ومكاسب بالجملة من الماتش. إيه السبب اللي خلى الأهلي في الشوط الأول وحش؟ لاحظوا معايا هنا في مرحلة بناء الهجمة، بصوا تمركز لاعبي بني سويف عاملين بلوكات في وسط ملعبهم عشان يمنعوا تدرج الهجمة بشكل سلس، ومفيش حد من وسط الأهلي سقط عشان يطور اللعب، بالتالي أيمن أشرف خلص من الكورة. المفروض إن واحد من وسط ملعب الأهلي يسقط بشكل عمودي مع قلب الدفاع عشان يستلم في وسط الملعب ويقدر الأهلي يلعب لعبه، لكن ده ما كانش بيحصل. مش بس كده، لأ، ده كان في بطء رهيب في بناء الهجمة يصاحبه سرعة ارتداد دفاعي رائع من بني سويف. بصوا هنا سرعة ارتداد اللعيبة والأهلي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. على الناحية التانية بقى الموضوع كان مختلف تماما. هنا في مرحلة بناء الهجمة لبني سويف مفيش حد من الأهلي بيضغط خالص، 6 لعيبة في وسط ملعب بني سويف بس مفيش ضغط جماعي. كانت النتيجة ان بني سويف بيقدر يضرب خطوط الاهلي المفككة. لاحظوا مساحة قد ايه في ظهر وسط ملعب الاهلي، الطبيعي ان خط الدفاع يبقى هنا عشان يضيق المساحة مع وسط الملعب ويعمل كومباكت. بني سويف كان بيلعب 5-3-2، عشان كده وسط الملعب كان بلغة الكرة مسروق من الاهلي. لاحظوا هنا في بناء الهجمة لبني سويف طبعا مفيش ضغط، بصوا هنا المهاجم بيسقط في وسط الملعب عشان يعمل كثافة ويحكم قبضته اكتر على الدايرة، فهنا بيضطر عمار انه يروح يضغط مع المهاجم فبيسيب مساحته، وبطبيعة الحال الكرة بتتلعب في المساحة دي ودايما واحد من الاتنين مهاجمين بيتحرك بين السرد باكين للأهلي. خلاص يا اخوي كده يا وكيل، خلاص يا اخوي بس والنبي شوية شوية. مجهود كبير معمول من حسن موسى ورجالته. لاحظوا هنا تضييق المساحات ازاي على الأهلي والبلوك في وسط الملعب، ده حتى لو الكرة عدت هتلاقي حد يأمن. كانت النتيجة ان الاهلي بيفقد الكرة بمنتهى السرعة. هنا بقى في الحالة دي هنتكلم عن شقين، اولهم دفاعي لبني سويف وهو البلوك اللي معمول على جنب الملعب، 3 لعيبة بتضغط وواحد في التغطية. كانت النتيجة ان الهجمة رجعت لورا. والشق التاني هو ان ازارو كان بيهرب على الطرف كتير عشان يخلق مساحات في العمق، لكن لمين؟ الشيخ اهو طول الشوط الاول بيلعب على الخط وما بيضمش لقلب الملعب، فالنتيجة ان العرضيات في الشوط الاول ما كانش ليها اي ايجابية على الجول. دش سخن بين الشوطين وتطوير من جانب فايلر رجع الامور لوضعها الطبيعي. وان سايد جيم، اللي بيخاف يطلع بره. لاحظوا هنا اول بوادر التغيير في الشوط الثاني، هنا الكره اتقطعت في وسط ملعب الاهلي. لاحظوا بقى تقارب الخطوط، خط الدفاع بصوا قريب ازاي زي ما اتكلمنا في الشوط الاول. تاني نقطه اتطورت في الشوط الثاني للاهلي وهي الكثافه في ال18. لاحظوا هنا تعدد محاور الهجوم، بصوا الانتشار الهجومي، فتحي بيعمل العرضيه من جوه المنطقه وديانج في التكمله وازارو في العمق وجيرالدو على البعيده، وهنا الشحات مكمل تحت ازارو. في النهاية بقى عندك حلول كتيرة في ال18 وده اللي كان ناقصك، وهنا وحيد مكمل عشان السكند بول. نفسي افهم احمد الشيخ ليه مش بيدخل العمق بشكل متكرر، هو مش واخد باله انه خطير جدا في الحتة دي؟ مش محتاجة حاجة يعني، وعنده الفينش والدريبلينج ممتاز. يا ريت يا شيخ تركز في النقطة دي وانت مش هتفارق الملعب ابدا. بروفة قوية لفايلر للوقوف على مستوى بعض اللعيبة وتجهيز الباقيين قبل ماتش الهلال السوداني في أفريقيا، وسط تفاؤل جماهير الأهلي باستعادة الفريق لكبرياءه الأفريقي. تحت أنظار كارتيرون بأداء جديد البطل يبدأ مشواره في بطولته المحببة بثلاثية في الشرقية، لكن كالعادة الحلو ما بيكملش.
الزمالك استقبل جول لأول مرة في كاس مصر من 15 مايو 2018. بناء الهجمة للزمالك كان سهل، مش عشان سهولة المنافس بس، لا ده عشان عنده أكتر من محور لتطوير وتدرج الهجمة. هنا شيكا سقط لوسط الملعب عشان يدي حلول في وسط الملعب. بصوا هنا، شيكا وساسي وأوباما محاور لتطوير بناء الهجمة. تاني شيكا، شوفوا هنا تحركه لقلب الملعب عشان يستلم بين الخطوط ويضرب وسط ملعب الشرقية. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. اهم نقطة ركز عليها الزمالك هي ان الشرقية مصمم يعمل البيلد اب، عشان كده لما الزمالك ضغط عالي عمل مشاكل كتيرة للشرقية. بصوا هنا، الضغط وطر المدافع، التالي خسروا الكرة بسهولة. تاني نفس الكلام، بصوا انتشار لعيبة الزمالك قفل كل زوايا التمرير، دي كرة جول. لاحظوا سرعة وقوة الانقضاض لحظة بناء الهجمة، خلاص الدفاع ضرب، لأن أصعب مرحلة على أي فريق وهو بيبني الهجمة. لازم تعرف إمكاناتك كويس وبناء عليه تبني أفكارك. الشرقية ما عندوش القدرة انه يعمل البيلد اب بسهولة، عشان كده الزمالك قدر يحجم الفريق. بسم الله ما شاء الله. من المميزات اللي ظهرت في الزمالك النهاردة هي انتشار الفريق. لاحظوا هنا عبدالله جمعة فاتح الملعب ازاي، وعمر السعيد في قلب الملعب بيتحرك على الطرف عشان يسحب معاه المدافع. بن شرقي وأوباما تحتهم ساسي في مساحة صغيرة، بالتالي دفاع الشرقية متكتل في المساحة دي. هنا طارق حامد بيدي حل هجومي وبيزيد ويعمل مساندة إيجابية في الهجوم. كل ما تدي لعبتك أدوار ولعبتك يقدروا ينفذوها، كل ما شكل الفرقة بيتغير. هنا برضو ساسي بدأ الهجمة، وشيكا وبن شرقي ضموا لقلب الملعب عشان يسحبوا الدفاع ويفضوا الأطراف، فبالتالي حرروا حازم إمام. لاحظوا بقى هنا الكثافة الهجومية وتحرك ساسي عشان يكمل الهجمة اللي بدأ. بتكملة الكلام عن الكثافة والحرية، لاحظوا معايا هنا تحرك زيزو بين الخطوط عشان يقدر يستلم في وسط ملعب الشرقية، تجميع اللعب من أناجم وعبدالله عشان يخطفوا عين الدفاع، بالتالي حرروا زيزو في العمق. لاحظوا بقى هنا تحرك بن شرقي في قلب الملعب ووراءه أوباما عشان يضمن الكرة. سلام يا حبيبي. سلام يا معلم. ابو تقل دم امك. لسه بدري قوي على الحكم على اي حاجه في حقبه كارتيرون اللي عنده كتير فنيا وبالتحديد افريقيا، في انتظار شكل الاداء قدام اول اغسطس الانجولي في افريقيا. لك منا كل الدعم.